بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الاستفادة من قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا. فيؤخذ من هذه الآيات إضافة إلى ما سبق بيانه أنه لا فرق بين بني آدم إلا بالتقوى، فلا فرق بينهم في النسب، بأن يتميز واحد على آخر في النسب، فإن نسبهم واحد، وهو أنهم بنو آدم كلهم، لا فضل لعربيهم على عجميهم ولا لأبيضهم على أسودهم إلا بالتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا يتمايز الخلق، يتمايز أهل الإيمان عن أهل الكفر، ويتمايز أهل الطاعة عن أهل المعصية. هذا هو الفارق الوحيد. ويؤخذ أيضا من هذه الآيات الحكمة من خلق الذكر والأنثى، لأن الله جل وعلا أراد بذلك بقاء النسل البشري، فيؤخذ من هذا الحث على الزواج طلبا للذرية من أجل بقاء النسل البشري، وأن يكون المقصود من الزواج ليس مجرد الشهوة، وإنما يكون المقصود منه هذا المقصد العظيم، وهو الذرية الصالحة. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية السؤال بالله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. وذلك من تعظيم الله عز وجل، فإذا سأل أحد بالله شيئا يمكن إعطاؤه إياه ويحل إعطاؤه إياه، فإنه لا يجوز منعه، لأن هذا من باب التعظيم لله عز وجل. من سألكم بالله فأعطوه. ويؤخذ من الآيات أيضا وجوب صلة الأرحام، لأن الله أمر باتقائها، وذلك بأداء حقها، يعني اتقاء إثمها وعقوبتها إذا قطعت، فيتقي ذلك بالصلة. ويؤخذ من الآيات وجوب مراقبة الله تعالى، لأنه رقيب على العباد جميعا، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون العبد مع ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، دائما يعتقد ويؤمن بأن الله يراه في أي مكان وفي أي حال، فلا يقدم على معصيته سبحانه وتعالى، فإنه وإن اختفى عن الناس فإنه لا يختفي عن الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب حفظ أموال الأيتام، ووجوب دفعها إليهم كاملة: وآتوا اليتامى أموالهم. ثم قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ثم قال: إنه كان حوبا كبيرا. هذا مما يؤكد العناية بأموال الأيتام وعدم التساهل في حفظها، لأنها أمانة عند وليهم. وقد جاء
في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الحديث أن من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. ويؤخذ من هذه الآيات أن أكل مال اليتيم من أكل الخبيث، وقد وصفه الله بأنه حوب، وتوعد عليه بالآية كما ذكرنا. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب معرفة مقدار مال اليتيم وعدم مزجه مع مال الولي من غير تمييز، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فيجب أن يحصى مال اليتيم ويميز ويعرف مقداره حتى لا يضيع منه شيء ولا يخلطه مع ماله من غير معرفة لمقداره ونوعه وجنسه، حتى يؤديه إلى مستحقه في النهاية. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم ظلم اليتيمة في مهرها إذا أراد وليها أن يتزوجها فيعتبرها مثل سائر النساء، ولا يستغل ولايته عليها وضعفها فيتهاون في شيء من مهرها. هذا على أن الخطاب لولي اليتيمة. وكذلك يتناول زوج اليتيمة إذا تزوجها ولو كان غير ولي لها، يجب عليه ويتأكد في حقه أن يدفع إليها مهرها ولا يستضعفها ويأكل شيئا من مهرها. كما يؤخذ من هذه الآيات ما من الله جل وعلا به على النساء من الإكرام والتميز عن نساء الكفرة، في أن الله جل وعلا أباح لهن تملك الأموال، وكانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة، وكانوا لا يعطونها مهرها، وكانوا يظلمونها، فجاء الإسلام فضمن لها حقها وأعطاها حقية التملك والتصرف في مالها، كما أنه أكرمها بالستر والعفة والكرامة، وأمر بإعفافها وسترها وحمايتها والقوامة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ومن ذلك الزوج مع زوجته، فإنهما يكونان شركة عظيمة وبيتا أسريا، ويكون هذا البيت منطلقا للذرية الطيبة التي تنفع المجتمع. فهذا من حكمة الله جل وعلا وإكرام المرأة التي أهانها الكفار وأضاعوا حقها وابتذلوها وجعلوها مثل الرجال سواء بسواء، مع ضعفها ومع سوء حالها، فإنهم لا يرحمونها بل يجعلونها تتولى أشق الأعمال ويمتهنونها، وإذا كانت جميلة تقاذفوها لشهواتهم ورغباتهم، ثم إذا كبرت سنها وضعوها في الملاجي أو في أمكنة مهينة. هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة، وهذا وضعها في الإسلام. الحمد لله رب العالمين.